لا شيء يعجبني يقول مسافر في الباص لا راديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال اريد ان ابكي يقول السائق انتظر الوصول الى المحطه وابكي وحدك ما استطعت تقول سيده انا ايضا انا لا شيء يعجبني دللت ابني على قبري فاعجبه ونام ولم يودعني يقول الجامعي ولا انا لا شيء يعجبني درست الاركيولوجيا دون ان اجد الهويه في الحجاره هل انا حقا انا ويقول جندي انا ايضا انا لا شيء يعجبني احاصر دائما شبحا يحاصرني يقول السائق العصبي ها نحن اقتربنا من محطتنا الاخيره فاستعدوا للنزول فيصرخون نريد ما بعد المحطه فانطلق اما انا فاقول انزلني هنا انا مثلهم لا شيء يعجبني ولكني تعبت من السفر